مساء الخير. واحدة من أفضل الممثلات العربيات، تتميز بحسن الاختيار وبراعة الأداء، متمكنة من أدواتها، قادرة على سبر أغوار الشخصيات. لم تتكل فقط على جمال الشكل والمظهر، بل حصنت تجربتها بالعلم والثقافة، لذا فإنها تتروى جيدا قبل موافقتها على أي جديد تطل من خلاله على مشاهديها ومحبيها، وهم كثر على امتداد الوطن العربي المثقل بالأوجاع. كيف تفهم الفن والدراما؟ وماذا تقول عن آخر أعمالها؟ وما الذي تستعد لتقديمه؟ وكيف تعيش واقعها السوري؟ وأمور أخرى كثيرة في حوارنا الليلة مع ضيفتنا ونجمتنا سلافة معمار. أهلا وسهلا فيك ببيت القصيد. شكرا كثير زاهي، شكرا كثير على الحكي اللي حكيته، ومساء الخير لك ومساء الخير للجمهور اللي عم بيتابعنا. الله يمسيك بالخير. سؤالي الأول، رفضت حضرتك عدة مسلسلات بسبب ارتباطك بألم حمرة، نص يم مشهدي إخراج الأستاذ حاتم علي مع الأستاذ عابد فهد. هل قد يعني أغراكي ألم حمرة؟ كان لازم أعمل هيك. طبيعة الدور بتتطلب تفرغ، الدور تقيل وصعب وفي كتير غنى بالأفكار وبده طاقة، يعني طاقة أدائية عالية، فهذا ما بيحمل أنك تكون عم تعمل معه عمل تاني. وكنت حريصة على أنه إذا بدي أخذ عمل تاني إما يكون بنفس السوية على الأقل، أو لا ما بدي شيء كنت يشوش على الدور أبدا. قلت حضرتك أنه شخصية الكاتبة ورد اللي هي يعني محورية بالعمل أكثر شخصية بتشبهك وأكثر شخصية تعبتك. ليش أكثر شخصية بتشبهك وبشو؟ وليش هالقد تعبتك؟ أكثر شخصية بتشبهني من باب إذا بدنا نحكي على العمر والمشاكل اللي المشاكل الوجودية اللي بتصير المرأة بتفكر فيها بهذا العمر بمنتصف الثلاثينات. الأسئلة بتصير تسألها لحالها، بتصير بترجع بدها تبحث عن هويتها كامرأة وتشوف هي قدي حققت لنفسها لهذا الكيان اللي هي عم تبنيه، وبنفس الوقت على مستوى الأشياء الثانية بالحياة بتكون كمان عم تحاول تطلع لورا وتشوف قدي حققت فيه وقدي بدها تمشي لقدام لسه. على المستوى ليش عذبتني؟ عذبتني لأنه مثل ما قلت لك هي أدائيا صعبة، واقعية كتير الشخصية. كان في شيء بالدور بالإضافة للشيء الدرامي العالي اللي موجود، كان في كم من الحوار اللي محمل أفكار هي مهمة كتير وجوهرية كتير وعميقة كتير وبتناقش كل هاي التساؤلات. هذا أنت بتحسه حوار بس عم تقوله، بس هو هذا أصعب شيء إنك تقول هذا النوع من الحوار وتقدر تخلق فيه حوار داخلي، يعني حوار الحوار الشخصي مع نفسها. حوار شخصية مع نفسها اللي هو كل حلقة بتبلش بالإنترو تبعها مع ورد وهي عم تقول المونولوج اللي هو بيقدم للحلقة كلها، وفي حتى بنقاشاتها مع الشخصيات الثانية، فهذا منه سهل إنك أنت تقدر تقول حوار بين إنه يكون جاف وبين إنه يكون حياتي شعرة بنفس الوقت. يم مشهدي من الكتاب اللي تتميز بالحوار بأنه هو سهل ممتنع وفيه وقفات كتير بقلبه، يعني كيف نحن بالحياة أنا ممكن أكون هلأ عم بحكي معك ننتقل لموضوع تاني بكل بساطة ونرجع للموضوع اللي نحن فيه. بطلقت هذه المفارقات فهي بطلقت هاي اللعبة التقنية وبتشتغل عليها، وهذا منه سهل، يعني هذا من أصعب الخيارات للممثل. قلتي حضرتك كمان أنه يعني من أصعب اللحظات بأدائك للشخصية هي مشهد الزنزاني والتعذيب، أصبتي بانهيار عصبي حقيقي بعد تصويرك هالمشهد؟ الزنزاني هي كلوكيشن كانت صعبة وكمادة كانت صعبة، لأنه الحالة النفسية اللي عم تعيشها الشخصية تجربة مؤلمة، وبنفس الوقت المكان كان صعب. نحن كنا عم نصور بالشتاء وكنا عم يعني كنت عم بعيش ظروف تقريبا مثل كأني فعلا بزنزانة على الأرض وبرد ورطوبة، انهرت من الإرهاق ومن من التعب النفسي والجسدي. التعب النفسي والجسدي هل قد يعني بتستلبسك الشخصية؟ بعمل جهدي. بعمل جهدي، انا بتعاطى مع الشغل بشكل جدي كثير. وبالنسبه لإلي لما بعمل مشهد كثير بحاول اوصل فيه لاحسن ما بقدر، وبضل نهاري منزوع اذا حسيت اني ما عملت مثل ما انا كنت متمنيه.
أكيد يعني أكيد إيه بحاول أتقمص الشخصية قد ما فيني. بحكينا أنه العمل بطولتك وبطولة الأستاذ عابد فهد. قبل ما أسألك كيف وجدت تجربة يعني بينك وبين عابد الممثل القدير ونجم المحبوب معنا على الخط، حبينا نسمع رأي الأستاذ عابد فهد بتجربته وبنظرته لسلافة معمار كممثلة. مساء الخير أستاذ عابد. مساء النور أستاذ داهي. يسعد مساك. مساء الخير عابد. الله يعافيك. الله يعافيك. سؤالي لحضرتك أستاذ عابد، يعني هيك كيف تنظر لسلافة كممثلة وكيف تجربة بيناتكم كانت؟ كيف بتمنى تجاوبك على السؤال قبل ما تسألني. تفضل يلا. عادة السيدات أولا بس هالمرة حضرتك تفضل. يعني هيك الواحد يستمتع أول شيء إنه يسمع كلام حلو وبعدين. ما بدنا نأخذ من وقتك كتير تفضل. لا ولا يهمك. الحقيقة أستاذ داهي بتجربة ألم حمرة يعني الكل كان عم بيستمتع بهذه، وأنا يعني مع ثلاث كان في شراكة فعلا سهلة وممتعة يعني، وكانت صعوبة إنه كيف نقدر نحن نوصل هذا الحوار اللي كنت عم تقوله سلاف إنه يوصل بشكل عقلي وبسيط. السيناريو فيه ثلاثة لاير يعني ثلاث مستويات، صوتك أنت بالمشهد والحوار مع الطرف الثاني، الصوت الداخلي للشخصية اللي هو مكتوب أيضا، فكانت التركيبة فعلا صعبة. سلاف الله يعطيها العافية كانت عم تحدى دور فعلا من أصعب الأدوار، مركب بشكل يعني صوت الداخلي كان مركب، الحالة اللي لها علاقة بالسجن كانت مركبة، لما كانت تطلع لبرا تحكي مع أمها ومع رفقاتها كانت وحدة ساخرة، فهذا الكومبليكيتد وهذا التنوع يعني كان مدهش. ونفس الوقت كانوا النساء المقربين مني يعني من هنا لأقربائي الكل عم بيقول انه انا بكل لحظة عم بسمع صوتي، يعني في اعتراف كان ضمني واتفاق غير معلن بين سلاف وكل النساء اللي عم يحضروا العمل. على كل حال من حملك تحيات حارة لزميلتنا وصديقتنا العزيزة زينة يازجي. خلينا نسمع تعليق سلافة على اللي تفضلت فيه أستاذ عابد. أكيد بدي أشكره لعابد وهو بيعرف رأيي بالتجربة معه. أنا أول مرة بشتغل أنا وعابد قدام بعض. اشتغلت سنعود بعد قليل بس ما التقيت بالمشاهد. هون احنا كنا شركاء بالبطولة. أنا استمتعت جدا بالمشاهد اللي اشتغلتهم مع عابد لأنه هو من الممثلين اللي عنده حالة بحث حقيقية أثناء تصوير المشهد، وبيضل عم بيحاول كل الوقت إنه مثل ما عم بيقول كان عم بيحاول كل الوقت يكسر الحوار مثل ما أنا كنت عم بعمل، وهو من الممثلين اللي فعلا أنت بتلعب معهم لعبة البينج بونج، يعني بأنك أنت بتزت له وبيزت لك، بتعطيه وبيعطيك، حنون كتير بالست وحساس كتير وبيلقط اي تفصيله انت بتعطيها وبيبني عليها، يعني متعه حقيقيه. والكيمياء بين الممثلين مهمه يعني جدا. انا هلا اوقات بقول انه يا ريت التقينا من قبل، بس يعني اتس نيفر تو ليت انه هالمره اشتغلنا مع بعض وبتصور النتيجه كتير منيحه لانه ممكن نشوفكم باعمال لاحقه. ممكن اكيد. انا بيسعدني جدا لانه فعلا انا بعتبرها كانت من الشراكات الناجحه جدا مع عابد. استاذ عابد بعدك معي؟ ايه معك. ايه طبعا. بتساعدني بسؤال على سلافة؟ بتسعفني بشي سؤال؟ بسعفك بشي سؤال. ممكن اسألك كم ساعة انت تنامي قبل كل اوردر؟ يعني
انت بتعرف عابد، هو اتهمني بالارهاق وقت اللي طلع بحلقه على تيجي على حالك يعني. انا ما كنت عم بقدر نام اكثر من 4 ساعات، يعني لما نام 5 ساعات كنت اكون محظوظه كثير، لانه كان كم مشاهدي كثير كبير وكميه الحفظ كانت كثير كبيره، ونتاخر فلا ارجع وحضر مشاهد ثاني نهار، فماكسيموم كان 4 ساعات. نعم، اسمحي لي اتوجه بالشكر استاذ عابد، انا بتشكرك كثير على الوقت اللي اعطيتنا اياه وعلى المداخله اللي بمحل. شكرا شكرا، ان شاء الله بنلتقي يا سلاف دائما، وهيدا يعني ضروره، مش بس انه متعه، هي ضروره ان نلتقي دائما باعمال ان شاء الله. اكيد، شكرا كثير عابد، وسلامي لزينه، واكيد رح نلتقى قريبا ان شاء الله. بعض المشاهد بقلم حمرة طبعا، بعد ما نكرر شكرنا للأستاذ عابد، وصفت بأنها جريئة، خصوصا مشهد العادي الشهرية. بتعتبريها جريئة هذه المشاهد؟ وشو ردك على التعليقات اللي كتبت حول هالموضوع؟ المشهد لا شك أنه جريء، بأنه يتصور بهي الطريقة وبهي المباشرة، لا شك أنه في جرأة بالنسبة لعالمنا العربي بأنك تتعاطى مع هيك مادة بهالمباشرة. البعض اعتبروا أنه خادش للحياة، بتعتبري أنه خادش للحياة فعلا؟ لا طبعا، نعم، لا ما نخادش للحياة أبدا. أنا الحقيقة ما عندي رد على الشيء اللي انحكى، لأنه ما كان يعني بيكون عندي رد عادة لما بيبقى في شيء مهني عم بينحكى، بتقدر ترد عليه. الشيء اللي انحكى كان كتير غريب، ما فهمته. إذا بتشوف المشهد، هو عبارة عن سجينة بزنزانة منفردة بتجي العادة الشهرية، فهي كإنسانة بهذا الظرف كيف بدها تتعامل مع هي اللحظة؟ طبيعة النص وطبيعة الحالة وطبيعة المشهد، ممكن تتعرض لأي امرأة سجينة يعني، أي بالنهاية امرأة يعني مش ممكن، أكيد يعني أكيد. فهو شيء أولا حقيقي كتير، واقعي كتير، تم التعاطي معه يمكن بهالمباشرة، العالم حسوه مباشر، بس هذا مقصود، لأنه أنت لما بدك توصف هيك حالة بدك يعني الأسوأ تبعها بدها تظهر، يعني بدها تتصدر للعالم، ممكن تكون صادمة شوي للحظة الأولى. بعمل آخر بتخت شرقي، دورك هل بتعتبريه دور مغري، يعني يندرج ضمن أدوار الإغراء، ولا عندك نظرة تانية لهالدور؟ أكيد لك، كان مغري كتير، كان جريتا كل الوقت إغراء. وين الإغراء بجريتا؟ جريتا الدور عم بيحكي عن بنت نصها ألماني نصها عربي، عم بيناقش موضوع العلاقة قبل الزواج، يعني موضوع العذرية قبل الزواج والعلاقة قبل الزواج، وما كان في أي إغراء. الإغراء في له مواصفات تانية وكونسبت تاني، إن كان بالشكل ولا باللبس ولا بالتعاطي. حتى المشهد اللي كتير انحكى فيه، مشهد السرير اللي جمعني أنا وماكسيم خليل، يعني مشهد إذا بدك فيه طرافة، يعني ما فيه أي حتى إيحاء جنسي، غير أنه أنت عم توصل الفكرة أنه هدول الشخصيتين تم بيناتهم فعل جنسي وهن غير متزوجين، نقطة انتهى. نعم، وهي قضية، يعني قضية العمل، يعني هي تماماً قضية، هي قضية العمل والخط اللي كان بين طارق وجريتا. يعني قلت حضرتك سلافة أنه ما عندي خطوط حمراء بالتمثيل، بأي معنى ما عندي خطوط حمراء بالتمثيل؟ ما عندي خطوط حمراء بشيء اللي له علاقة بحرية الفكر والجرأة بالفكر، يعني الحرية والجرأة بالفن هن ضرورة، بس الجرأة هي مو قدي أنت الممثلة قدي بتبين من جسمها، أو ما هي الجرأة. الجرأة هي بالفكرة، بالفكر اللي عم بينطرح بالعمل نفسه. فمشان هيك بقول إيه، ما عندي خطوط حمراء. أي شيء بالحياة، أي إشي أي قضية بالحياة بدنا نتعاطى معها، لأنه نحن فنانين وهي مهمتنا بهي المهنة. فأكيد ما عندي خطوط حمراء. فهمك يعني للفن ولدور الفن والدراما بالحياة، يعني البعض بيعتبر أنه الفن لازم يعري الواقع، البعض بيعتبر أنه محاكاة للواقع، يعني بمعنى نقل الواقع كما هو، البعض الآخر يمكن بيعمل فن بجمل الواقع. حضرتك كيف بتشوفي دور الفن، خصوصا يعني مهنة التمثيل؟ الفن هو كل هدول، الفن هو لازم يعري الواقع ويحاكي الواقع، ولازم يكون فيه عنصر التسلية والمتعة للمشاهد، كل هدول الأشياء، ولازم يكون في شيء جمالي دائما بأي عمل فني. أنا كممثلة، أنا مهمتي بأنه أنا أنقل الورق للحم ودم،
جسدي لجسده، انقل الشخصية من شخصية مكتوبة على الورق لشخصية مكسية بلحم ودم ومشاعر. خلينا كمشاهدين نحس انه هذه الشخصية موجود حقيقية واقعية، يعني عم تعيش مشاعر حقيقية ومواقف حقيقية. انا هي مهمتي، وبنفس الوقت مهمتي انه اقدمها بشكل ممتع وجميل وصادق، ويكون في معايير جمالية معينة ضمن الكونسبت الفني اللي أنت عم تشتغل في هذا العمل. رح نتابع الحوار مع حضرتك سلافة معمار، محفظ الألقاب طبعا، ولكن اسمحين لنا نتوقف لحظات سريعة ثم نتابع بيت القصيد. مشاهدينا الكرام، نتابع بيت القصيد مع الممثل والنجم سلافة معمار. نتمنى من حضراتكم ومن محبي سلافة بالتحديد الليلي الانضمام لصفحتنا على الفيسبوك اللي هي بعنوان بيت القصيد. بتابع أسئلتي لحضرتك سلافة. حضرتك لعبتي أدوار متنوعة جدا، يعني من الفتاة المسترجلة للسجين المعذبة للامرأة العادية البسيطة مثل دورك بسنعود بعد قليل. سؤالي هو معاييرك باختيار الأدوار، بقبولك أو رفضك للدور، على شو يعني بتلحقي حدسك؟ عندك هيك مواصفات معينة كيف تختاري أدوارك؟ النص بالدرجة الأولى، يعني أنا مثلا سنعود بعد قليل حبيت النص، نعم، مع أنه الدور كإضافة أنا كممثلة ما بيضف لي شيء للكارير تبعي، بس وجودي ضمن هي المجموعة بهذا العمل تحديدا بهذا الوقت أنا كان بالنسبة لي مهم، والحقيقة أنا حبيت النص وحبيت المعالجة اللي موجودة فيه. واختيارك كان بمحله لأنه العمل علم، يعني ترك أثر طيب عند أكيد يعني أحياناً أنت بتختار العمل ككل بمثل هيك مشاركة. هلأ بالأعمال الأخرى النص بالدرجة الأولى، المخرج الدور شو بده يقدم لي إضافة، يعني أكيد ما رح بحاول دايماً أتجنب أن يكرر طبيعة الشخصية ونوع الشخصية. ضروري يكون الدور بيقدم لي شيء جديد ويكون ضمن السياق اللي أنا بشتغل فيه بشكل عام، ضمن شكل خياراتي. لازم يكون بيقول شيء، لازم يكون بيحرض شيء عندي أنا كمان لحتى أقدر أقوله. إذا ما حرض شيء عندي ما فيني ما يكون أقوله. دور مسطح أو دور ما يكون مسطح. هلا أوقات بيبقى في أدوار بتقراها بيعملوها زملاء تانيين بتطلع بتقول إيه حلو هيك، بس بتكون يعني أنا ما بكون ملاقي حالي لا بالعمل ككل ولا بالدور. هذا اللي خلاك ترفضي المشاركة بمسلسل سرايا عابدين، العرض عليك أن تشاركي بسرايا عابدين، ليش رفضتي؟ رفضت بالرغم من ضخامة العمل ومعرفتي يعني معرفتي، وكنت متأكدة بأنه العمل حيكون من أضخم الأعمال إنتاجياً وقت اللي بده ينعرض، ورح يكون مميز وعلى مستوى الشكل حيكون مميز كتير. بس أنا الدور بالنسبة لي ما بيقدم لي شيء. أي دور انعرض عليك؟ الأميرة اللي بيتزوجها الخديوي اللي هي بتكون سورية الأصل، وبيكون بينقتلوا أهلها، الخديوي الكبير بيقتل أهلها وبينحط المشهد، ما عاد عم بتذكر الحقيقة اسمها، هي اسمها صعب. الشخصية عملتها سوسن أرشيد وعملتها كتير بشكل حلو، بس أنا وقتها ما حسيت ما حسيت حالك بالدور، ما حسيت حالي بالدور، وحسيت ما رح يعمل لي إضافة. أنا كنت عاملة قبلها بسنة الخواجة عبد القادر مع الأستاذ يحيى الدكتور يحيى الفخراني ومع شادي فخراني، والعمل كان مهم جدا والدور كان مهم وكله يعني كان في حالة مختلفة، فحسيت أنه ما رح يقدم لي شيء. تجربة العمل بمصر كيف وجدتيها؟ وهل عندك رغبة أن تتكرر؟ يعني بيعني لك أنك تنتشري بمصر تصيري معروفة للمشاهدين المصريين؟ تعرف شو اللي بيغريني أنا هلأ بمصر أكثر شيء؟ هو أنه أنا من وقت ما اشتغلت الخواجة عبد القادر، أنا من قبل كان عم بيجيني نصوص وما كنت عم لقي حالي فيها. لما إجاني نص الخواجة كتير حبيته، بعد ما اشتغلته بسنتها تبعت كل الأعمال الرمضانية. الحقيقة
في كم هائل هلا من الانتاج عم ينتج بمصر بكواليتي كثير مهم، وفي مواضيع كثير مهمه عم تنحكى، واللي بخلي لسه عندي رغبه باني اعمل تجربه ثانيه ضمن السياق اللي انا بلاقي حالي فيه، هو انه هن لسه بيمتلكوا الخيار، وهذا هذا شيء مهم بالفن ونحن ما عندنا اياه. ليش ما عندنا اياه؟ الخيار، لانه انت هلا الاعمال قليله، الاعمال قليله، البنيه التحتيه ما انا موجوده، نحن عندنا بالدراما السوريه للاسف، وهذا بدنا نعترف فيه ومن قبل الازمه، انه نحن عندنا انتاج له 15 سنه كثير منيح، عمل نقله نوعيه بالدراما السوريه وحضور مميز للدراما السوريه عربيا بشكل كثير متميز، وتفوقت على بمرحله كانت عم تتفوق على الدراما المصريه. هلا انا بتطلع بلاقي الدراما المصريه هي بمكان ثاني صارت تماما، انت عندك مخرجين سينما جدد صاروا بالساحه، نصوص مهمه عم تنشغل، انا لما بحضر مسلسل مثل سجن النساء تبعني اللي كريم بحس انه في نقله، بحس بانه في نقله، وبحس بانه لسه الممثل بمصر عنده الخيار، بانه ضمن التركيبه الانتاجيه العربيه اللي هلا مطروحه عم يضل عنده الخيار انه يلعب بالسياق تبعه اللي بيناسبه. يعني انت بتلاقي سجن النساء وبتلاقي اعمال ثانيه كثير، رح احكي عن اعمال ثانيه بعد شوي، بس ب سرايا عابدين لما تفرجتي على العمل على الشاشه بصراحه شكرتي ربك انك ما شاركتي فيه ولا ندمتي؟ لا ما ندمت، لانه انا كنت بعرف تماما، يعني انا صار لي بشتغل مده منيحه لحتى اقدر، يعني بقدر لما اقرا نص اعرف انا شو بيقدم لي هذا الدور، بس انا تابعت العمل واستمتعت فيه وانبسطت لقصي كثير بالدور، وسيده يسرى كانت عامله شغل حلو بشكل عام، كان في حاله، بس حسيتي انه يعني لا النجاح اللي كان متوقع العمل؟ هلا شوف في 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 انا عم يعني بحكي الضخامة الانتاجية، انا عم بحكي على مستوى الضخامة الانتاجية والشكل العام، انه نحن صرنا معناتها بنقدر نعمل شيء انتاجيا بهي الضخامة وبهذا المستوى. هلا على مستوى النص فينا كثير نحكي، انه على مستوى التناول انه هو التناول تاريخيا قديش هو دقيق، التوجه كيف رايح، الشارع المصري رضي عنه ما رضي عنه، شو عمل هيت بمصر، هيدا موضوع تاني، بس انا عم بحكي عنه كحالة انتاجية بشكل عام. بكل حال مجرد اثارته للجدل يعني لمصلحته بشكل او باخر. تابعتي حضرتك برمضان مسلسلات مثل سرايا عابدين، مثل بنت اسمها ذات، مثل كلام على ورق، بشكل عام وجدتي يعني الدراما العربية مش بس المصرية عم بحكي عم بتقدم لقدام ولا عم بتراوح مكانها؟ على مستوى التقنيات عم تقدم لقدام طبيعي، أكيد. يعني التقنيات ما قلنا جميل فيها، يعني بس انه نحن هلا اذا بتطلع انت من 5 سنين 6 سنين ولهلا بتشوف انه في شيء بالصوره كثير مختلف بالكواليتي تبع الصوره بهدول التفاصيل. بس انا تابعت بنت اسمها ذات من السنه الماضيه، هو من الموسم الماضي، السنه يعني اللي كريم عملت سجن النساء، تابعته برمضان، راح علي كم حلقه هلا رجعت تابعته، احضرت شو بقدر من باقي الاعمال، بس سجن النساء هو العمل اللي الحقيقه اخذني، يعني استحوذ علي، انا بهنيه لاني اللي سمع مليح، يعني بهنيهم على النص، بهني المخرجه جدا، الممثلات كانوا رائعات، تفاجأت كثير بروبي مثلا، يعني من السنه الماضيه تفاجأت فيها ببنت اسمها ذات، وتفاجأت فيها السنه، عامله دور رائع، دره حلوه كثير، الممثله الكاستنج كثير حلو، نيلي كريم رائعه كانت، انا بهنيها من كل قلبي على الخيار وعلى النتيجه، يعني هي بتستحق انا ما اكون بقدر اعمل هذا الشيء. تمنيتي لو كنتي بالعمل؟ اكيد 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 كنت بنبسط اني اعمل اي دور مع هي المجموعه وبهيك نص ومع هيك مخرجه. قلتي حضرتك سلافه انه لو تفوق على لعبه الموت الذي تفوق على مسلسل روبي، ليش اعتبرتي انه لو تفوق على لعبه الموت ولعبه الموت تفوق على روبي؟ هلا نحن بشكل عام بدنا نطلع انه في مزاج انتاجي معين رايح باتجاه البان اراب، بانه يكون العمل سوري مصري لبناني، هي عم تكون الصيغه المفضله بالنسبه للمحطات هلا حاليا. حضرتك كيف عم بتشوفيها لها الصيغه؟ حلوه وفيها غنى، اكيد هي بتغني لا شك، اكيد
100% يعني فيها غنى وفيها تنوع، وفي مرحلة قبل مرقت بالسينما العربية وبالدراما العربية كان فيها هيك هذا صحيح صحيح هذا الشيء، ولهلأ منتذكره وأفرز أعمال كتير مهمة. نعم. يعني وأعمال مش مهمة، وأعمال مش مهمة يعني أكيد، لأنه بنتذكر يعني في كان شيء تجاري كتير. صحيح. كمان صحيح. بالمقابل بس جزء منه كان يصور ببيروت لما هربت رؤوس الأموال. صح. من التأميم واجت على لبنان. صحيح. بالفكرة الأساسية اللي لها علاقة بالرؤية الإنتاجية وفكرة الاقتباس عن أعمال يعني، أو إذا بدك الأخذ أو تقليد النموذج التركي بالتسعين حلقة وبهذا. نعم. الشيء اللي واضح أنه الناس حبوه بهي الصيغة الإنتاجية اللي موجودة، لو قدر يتفوق على هدول يعني يعتبر لهلا أنضج تجربة انعملت على مستوى الشكل، في أناقة جدا كان بالصورة، في إحساس كان حلو، الرومانس كان عم بيتجسد بطريقة حلوة. حبيت نادين نجيم، حبيت عابد، حبيت يوسف شوي. يمكن كنت بفكرة الاقتباس هيك ببعض الأماكن. نعم. إنه لو إنه هذا ما كان عرض العمل لمقارنة كتير. نعم. في خصوصا أماكن، خصوصا إنه الفيلم معروف جدا وإنه الفيلم كتير مشهور بس لقيت في نضج فيها، لأنه أنا لقيت إنه مثلا نادين نجيم قدمت حالها كممثلة بشكل جديد. صحيح. مختلف، لفتت الأنظار، لفتت الأنظار لنفسها جدا. الشكل اللي اختارته لنفسها، اللوك تبع الشخصية حبيته كتير، في سمبلسيتي. نعم. بساطة بنفس الوقت قدر يخليه تعبر عن مشاعر هي الشخصية بشكل كتير واضح، وهي كانت عم تشتغل بشكل مختزل بالإحساس ودقيق، كانت عم تعمل. نعم. شغل كتير على الأد فينا نقول كانت على الأد عم تعمل على الأد، وعملت نقلة على مستوى شغلة، وهن كثلاثي عابد ونادين ويوسف كانوا عاملين شيء حلو، وسامر برقاوي كمان كان عامل جهد كتير طبعا كمخرج. رح تابع مع حضرتك سلافة، ولكن اسمح لنا نتوقف مع موجز إخباري، نعود بعده لبيت القصيد. مشاهدينا نتابع بيت القصيد. سلافة معمار، كنت عم تحكي قبل الموجز الإخباري رأيك الإيجابي بمسلسل لو، وذكرتي رأي يعني جدا إيجابي بنادين نجيم وبيوسف الخال، إلى جانب طبعا الأستاذ عابد فهد. بحوار مع مجلة سيدتي قلتي حضرتك أنه بما يتعلق بالممثل سيرين عبد النور أنه لا أؤدي أدوارها ولا تؤدي أدواري، وقامت الدنيا وقعدت ببعض يعني الصحافي بين سوريا ولبنان واعتبروا أنه ممثلة سورية عم تنتقد ممثلة لبنانية، وفسر الأمر على غير يعني ما قصدتي حضرتك. يا ريت تشرحي لي يعني شو كان الفكرة اللي حبيت تقوليها. هي ذات الفكرة هو. نعم. هذا حقيقي الشيء، الدور اللي ممكن تعمله سيرين عبد النور ما ممكن أنا أعمله. نعم. بهالبساطة القصة. نعم. الدور اللي ممكن تعمله كيت وينسلت ما بتعمله أنجلينا جولي، يعني هذا ما بينتقص من حدا. هل كنت عم تقصدي أنه سيرين مجرد شكل جميل يعني عم تشككي بقدراتها كممثلة؟ سيرين جميلة ما في اثنين بيختلفوا. نعم. على هذا الحديث ولا يعيبها طبعا أنها جميلة أكيد أبدا. نعم. السؤال هو كان ببساطة انطرح بهذا الشكل، أنه حتى بالعامي حقول لك يا لانه هيك وقت الصحفيه، انه يعني الممثلات اللبنانيات ما عم ياخذوا من ضوء الممثله السوريه لما بيدخلوا على العمل اللبناني. لا. فانا اللي كنت عم بحاول اشرحه بانه وجود الممثله اللبنانيه بالعمل السوري هو
واضح انه في له مكان وفي حاجه له. نعم. لانه مو اي يعني هلا بالنهايه انت ما فيك تختصر كل الممثلات اللبنانيات. نعم. بسيرين لانه في انواع متعدده طبعًا من الممثلات طبعًا بلبنان. مع الاحترام للجميع يعني. مع الاحترام ولسيرين اكيد ولسيرين ولكل الممثلات اللبنانيات والمصريات والعربيات. نعم. يعني ما في داعي هذا تحصيل يعني ما كان حاصل. في هذا تحصيل. نعم. حاصل. انا كنت عم بحكي شيء مهني بحت. نعم. بانه الساحه تتسع للجميع، هذا كان قصدي، وبانه بالاخير الممثلين انواع، والكاريزما تبع يعني مهنة التمثيل تعتمد على الكاريزما كثير. نعم. وهذا بيلعب دور بالكاستنج. فأنا هي الفكرة اللي كنت عم حاول وصلها بأنه إيه أكيد الممثلات اللبنانيات جميلات وبيعرفوا. نعم. يقدموا شكلهم بشكل كثير. نعم. بيتميزوا بهذا الشيء. ما كنت عم تقصد الانتقاص من قيمته، بس هو هذا مو انتقاص، وهذا ما بيعني بأنه هذا يعني اصلا في يعني ما فيك انت تختصر كل الممثلات لا بممثله ولا فيك تعمم باي شكل من الاشكال بهذا الشكل. هي القصه بس مثل ما قلت لك. نعم. الشيء الدور اللي انا هلا حتى نديم نجيم يعني انا صدقتها لنديم وصلتني وصلت يعني عم بتواصل معها عم بحضرها عم بتواصل معها صدقتها، بس هذا كمان يعني بالنتيجه حتى نديم نجيم في شيء هي بالكاستينج تزبط عليه. أنا. نعم. ما بزبط. صح. عليه بالكاستينج الجمال والكاريزما الجمال والكاريزما ونوع. نعم. الجمال و... نعم. وطريقته يعني بعدين حتى شكل الموهبة بيختلف، وهذا منه عيب، هذا طبيعي، لازم يكون لازم كلنا نكون موجودين، كل أنواع الممثلات لازم يكونوا موجودين، هي ضرورة فنية. نعم. خصوصا أنه نحن ليش عم بسألك، لأنه منعرف عنك سلافة أنك بعيدة عن المهاترات وعن يعني الأخذ والرد بمسائل يعني غير جوهرية. إيه يعني ما في داعي يعني نحن هلا أنت تطلع على كل الممثلين بكل مقابلاتهم برا. نعم. بيحكوا عن شغلهم بيحكوا عن أدوارهم. هلا نحن عنا بيسألونا عن بيسأل. نعم. يعني بيسألك المحاور أنه رأيك بهالعمل أو بهالممثل أو هالممثلة. نعم. الحقيقة هو ما ضروري هيك يكون، أحيانا بيكون الممثل حضران شيء مثل ما أنا هلأ مثلا عم بحكي عن نيلي كريم. نعم. أنا تفاعلت كتير مع. نعم. المسلسل يمكن عمل آخر لإلها ما يكون بنفس المستوى بنفس المستوى مثل ما أنا مثل ما الكل يعني فنحن بالأخير يعني نحن بأوطاننا نحن بمشكلة حقيقية. نعم. نحن ما بنعرف نتحاور مع بعض ودائما الأمور بتروح للشيء الشخصي، مع العلم انه انا ما بيربطني اي شيء شخصي لا بسيرين ولا بنادين ولا باي حدا من الممثلات اللبنانيات، ما عدا انه في صداقه بتجمعني بورد الخال بشكل من الاشكال. نعم. التقينا لانه باكثر من مناسبه وهيك، بس انا ما في شيء شخصي يعني ولا حتى تقاطع اجتماعي. نعم. بيني وبينك. بما انك ذكرتي ورد الخال صديقتنا ونجمتنا، حبينا نسمع رايها بحضره جنابك. مساء الخير ورد. مساء النور زاهي، مساء النور سلافة. مساء الخير ورد. يعني حابين اليوم نسمع رأيك بسلافة، خصوصا أنه صار في معرفة شخصية بيناتكم، رأيك فيها على المستويين يعني الفني والإنساني لو سمحتي. أول شيء هو شوي غريب، عادة قليل واحد يطلع يحكي أو يعطي شهادة بزميل إله. صحيح. فسلافة مش ناطرة رأيي أو شهادتي، ها أول شيء. بس أنا رح أجرب من زاويتين. نعم. من الزاوية المهنية ومن الزاوية الشخصية. نحن ناطرين رأيك. مش رأي، هي أكثر انطباع يعني. نعم. مش رأي يعني، أنا بتابع سلافة من زمان وأنا عم بحكي رأيي كمشاهدة، أنا من المعجبين مش كفنانة، عم بحكي كمتفرجة إذا بدك. نعم. معجبة كتير وبس تشوف الأدوار أو الأنواع اللي بتختارها تعرف أنت من أي خامة سلافة. صحيح. يعني ما بعرف إذا واضح كلامي. واضح يعني طبعاً، طبعاً. نوعية الأدوار اللي بتختارها وكيف بتأديها وتميزها وتفردها بهالمحل تعرف هي أي نوع من الممثلات الجديات المخلصات بشغلهم والدايما بينجحوا. يعني هي عم بتقول انه في قد واحد بينجح قد بيفشل، لا هي من هي ورقه رابحه، مش عم بقول هيك بس هيدا الحقيقه فعلا بتفاجئ لان ما بتكون منتظر انه هيك شكل جميل ممكن يروح لأبعد الحدود بأي دور ممكن ينعرض عليه حقيقة، ومن هون بتشوف بيت هي فنانة جدية. هذا من الناحية الفنية. نعم.
من الناحية الشخصية أنا بعتز بصداقة جديدة عم تولد مع سلافة، وولدت لأنه اثنيناتنا بنلتقي على كتير أمور فنية، عنا إشي نحكيها كتير، وحتى إذا مش فنية عنا إشي تفاصيل حياتية بنفكر فيها، هموم إنسانية بنحكي فيها، مش بس فن، وهذا اللي خلينا نلتقي واللي خلينا نكون قراب من بعض. وأنا عم داري هالصداقة كتير وكتير، لأنه قليل إنك تكون عندك صديق بنفس المجال، صحيح. قليل كتير. نعم. وحسيتها بتشبهني بس مش بالعيون الزرق. على كل حال ما شاء الله حولك مثل ما بقولوا ورد، مش ناقصك شيء، وبتمنى انه الليلي هالصداقة كمان عم تتوطد اكتر. انا قد ما احكي عن جد يعني بحس قليل بحقها. نعم. لسلافة نحن فخورين فيها، وانا بفهمها جدا بالاشياء اللي حكيتها واللي ممكن فسرت وتفسرت وتأولت طريقة، بس أنا فهمتها وأنا وصلت لي يعني. نعم. وفي شغلة بقول إن الممثل فعلا نحن ببلادنا ما عنا نحن كتير فكرة كاستينج، نحن أكتر محسوبيات ونحن أكتر صداقات ونحن أكتر حظ. العلاقات العامة بتلعب دور. تلعب دور فعلا، وبرا في عندهم نوعية وكمية لعبة الكاستينج عندهم إياها واسعة، يعني اللي بتلعبوا أنجلينا إنه ما بتلعبوا جوليا روبرتس، أنا بقول بالعكس الكل بيقدر يلعب كل شيء، بس بيلاقوا الشخص الشكل الممكن يناسب لهذا الكاركتر. نعم، ليعرف يحط كل واحد بمحله. نحن لا، نحن إنه منجيب اسم بس، إنه نادين نجام مثلا أو سيرين عبد النور، إنه سيرين ما بتقدر تلعب نادين نجام ولا نادين نجام، كل ممثل بيلعب بطريقته بيترجم لك الدور بطريقته. نعم. مختلفة جدا، ما حدا بيمثل مثل الثاني، فهون بقى بتلعب الخيار والحظ، هاي هي كل القصة. نعم، خليكي معي ورد لو سمحتي لنسمع تعليق سلافة على اللي تفضلتي فيه. تفضلي. مساء الخير ورد. مساء النور. اشتقت لك. وانا كمان. يعني انا اللي بدي اقوله على قصة انه ايه اكيد كل الممثلات كل الممثلين بيقدروا يلعبوا كل الادوار، بس انا برجع بقول بانه الكاريزما الخارجية بتلعب دور بالكاستينج كتير. أكيد. بس بالاخير كل ممثل بيعمل الدور اكيد بطريقته. نعم. يعني اكيد على كل حال حكينا بالموضوع يعني. أي. بما فيه الكفايه بموضوع الصداقه اللي عم تولد بينك وبين ورد. احلى شيء فيها انها هي طفله حقيقيه، يعني طفله ايقاعها بالحياه ايقاع طفله، عندها شيء هيك، عندها جنان الطفل، يعني انا هي الشغل هي الحاله اللي عندها انا كثير بحبها، بتحرك شيء عندي لانه انا سيريس كثير، بحسها انه هي بتحرك عندي هذا الجانب الطفولي اللي جواتي. نعم. لانه بتحسها كيف وقت اللي بتنفعل وقت اللي بتفرح وقت اللي بتزعل كثير 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 سريع، بتنقل من حاله لحاله واوبن وبتعيش اللحظات هيك بطريقه كثير عفويه، هذا شيء كثير حلو وقليل كثير. نعم. لتلاقي بالحياه هيك. وعلى كل حال هالنوع من الصداقه حلو 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 كثير. انا وفعلا نحن في تقاطعات كثير بيناتنا على. نعم. مستوى الهموم الفنيه والشخصيه، لقينا حالنا فجاه انه بنتقاطع. نعم. بكثير امور. انا بتمنى هالصداقه تتطور ان شاء الله. اكيد انا يعني حريصه عليها كثير، وينضم لها يعني اخرين واخريات ان شاء الله. ورد انا بشكرك كثير على مداخلتك وعلى دفء هيك شخصيتك و هالجانب الإيجابي اللي دائما بتبثيه. أكيد أنا كمان طبت إني سلم عليكم، يعني الواحد لما بيكون معجب بشخص أو بيعجبه بصير كتير صعب يلاقي الكلام، عرفت كيف الشغلة بتكون شوي شخصية وخاصة، فسلافة ممثلة كبيرة وطاقة مميزة ونحن بنحبها كثير، وانا من اوائل المعجبين فيها. شكراً ورد الخال. شكراً. الممثلي والنجمي المحبوبي على هذه المداخلة. بنفس الموضوع اللي له علاقة بالممثلات اللبنانيات والرأي اللي حضرتك تفضلت فيه سلافة، ولكن من جانب يعني عم بنقل مش عم برجع أفتح الموضوع، الأستاذ سيف السباعي رغم انفصالكم عن بعض كزوجين يعني
دافع عن وجهة نظرك وكان إلى جانبك بهالموضوع. فيعني يبدو أنه رغم الانفصال العلاقة الإنسانية بعد موجودة بيناتكم. أي أكيد سوري أكيد أي نحن علاقتنا كتير منيحة وأصدقاء كتير لحد هلا نحن منآمن ببعض وهو بيآمن فيني وأنا بآمن فيه. يعني فشل زواجنا علاقتنا كزوجين ما له علاقة بهذا الجانب. وسيف لما دافع عني بأول ببداية رمضان على الشيء اللي انحكى هو مو بس أنه دافع عني أنا بشكل شخصي, هو دافع عن الفكرة. يعني دافع عن الفكرة نفسها اللي هو مآمن فيها, واللي لأنه في شيء كان ما منطقي يعني بالشيء اللي انحكى. فهو دافع عن فكرته وعن رؤيته وفلسفته للفن وكيف بيشوف الأمور يعني تجاه الشيء اللي انحكى. مو بس القصة منا كتير شخصية يعني بقدر منا. بما أنه استحضرنا يعني سيرة الأستاذ سيف السباعي, هل ممكن نشوفكم بعمل يعني مستقبلي؟ أكيد أكيد. نعم يعني سواء إن كان معه كمخرج أو كممثل إذا. أكيد نحن بالحياة يعني ما زلنا علاقتنا كتير وطيدة ببعض وعم نربي بنتنا مع بعض والأمور سوري ممتازة. فأكيد أكيد إذا كان في عمل يجمعنا تتوفر فيه كل الشروط المناسبة لإلي ولإله أكيد. قبل ما تابع المزيد من الموضوعات ونفتح يعني كمان صفحة يعني موضوع آخر بحوارنا, رح نتوقف لحظات قليلة ثم نتابع بيت القصيد. مشاهدينا نتابع بيت القصيد. هالمرة سلافة رح نسمع رأي مصور للناقد والكاتب الزميل الأستاذ وسام كنعان. نسمعه سوا. تفضل. سلافة معمار بالنسبة لي هي حالة خاصة كتير. أكتر شيء بتذكره لما جربت مرة أكتب عنه نص طويل وخطر ببالي بيت لشعر الراحل الكبير محمد المغوط. سلميا الطفلة التي تعثرت بطرف أوروبا وهي تلهو بأقراطها الفاطمية وشعرها الذهبي. أنا بشوف هاي الجملة هي معادل موضوعي لسلافة معمار. ميزة هاي الممثلة هي هاي التوليفة المميزة بين موهبتها الخلاقة والاستثنائية وبين عفويتها الدائمة اللي سببها هذا الطفل أو هاي الطفلة اللي عايشة جواتها. سلافة تجربتك الأولى لرحلة طويلة برات البيت كانت بمدينة الرقة وكنت طفلة. اليوم هاي المدينة تقبع تحت سطوة التكفيريين والمجرمين الجدد. برأيك رح تختاري وطن بديل لسوريا بالمستقبل؟ شكرا للأستاذ وسام كنعان. تفضلي التعليق عند حضرتك. بشكره كتير لوسام, هيك حرك عندي شيء نوستالجي وحلو كتير الحكي اللي قاله. عن جد بشكره, هو دائما شاطر بأنه يقول الأشياء بشكل كتير جميل واضح. أي نعم. بعدين هلا فهمنا اكثر سر صداقتك بورد. يعني حكيتي حضرتك عن طفولة اللي فيها وسام حكي عن طفولة اللي بحضرتك. بس ورد بتقدر تطلع على برا. نعم. اكثر تعبر عنا اكثر مني حضرتك اكثر هيك. انا ايه هيك نعم قاعده بالكادر يعني. اي لا ورد بتقدر تطلع على برا. بشكرك كثير وسام. نعم. هل على الحكي الحلو. هل ممكن تختاري بلد اخر غير سوريا؟ يعني للأسف إنه وضع سوريا هلأ مأساوي وسيء جدا, وللأسف بأنه شمال سوريا
تفضل. عم بيعاني هلا من نوع من الارهاب شنيع جدا وبشع جدا، نحن كلنا ضده وما بتمنى ابدا انه غير وطن. يعني اكيد سوريا بلدي بالاخير، ما حدا بيختار بديل عن وطنه، ما حدا بيختار بديل عن وطنه ولا بشكل من الاشكال، حتى لو بشكل قسري اضطر بانه يعيش براته، بس هو هذا وطنه عايش جواته. يعني انا ما فيني اتخيل حالي بلا سوريا، وما بقدر اتخيل حالي غير سوريه، وما بقدر اتخيل حالي غير عم بحكي اللهجه السوريه. ولما هلا بحضر اعمال قديمه لنا بقعد بتفرج على المشاهد، بتفرج على الشوارع، بزعل. يعني بقول لهيك اثر فيك سؤال وسام كنعان، عم بتحاولي انك ما تفرجي تاثرك لمشاهدينا، ليه عم بتخبي تاثرك؟ آسف. آسف، ما فيني أقول لك شيء إلا أنه قلبي معك ومع كل السوريين. بغير الموضوع، بغير. نطلع من هاي الحالة. مؤسف كتير. يعني مؤسف اللي عم بيصير معنا. كل حال ما فينا إلا نتمنى الخير لسوريا ولناس سوريا. شاركتي حضرتك بعمل اللي هو قلم حمرة، تناول يعني جانب من الواقع السوري، وسنعود بعد قليل أيضا اللي كان يعني خلفيته هي ما يحدث في 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 سوريا. عم حاول هيك أبعد شوي الموضوع شوي لحتى نقدر نحكي بشكل غير. هل الدراما السورية باتت أكثر واقعية فينا نعتبر، يعني واقتربت أكثر من الحدث الساخن؟ عم نحاول، في محاولات جدية بهذا الاتجاه، خاصة عند إجمالا يعني بكل الأعمال السورية هلأ اللي بتشوفها، كل حدا عم بيحاول يتناول الواقع ضمن رؤيته وضمن طريقته. بس أنا برأيي هذا ضروري كتير، يعني ضروري نحن هلأ نتمسك بالعمل السوري، وضروري نحكي عن قضايانا وعن مشاكلنا وعن حياتنا. يعني ما عن السياسة، يعني مع حضرتك مع طرح الموضوعات الساخنة، مع طرح الموضوعات الحارة. أكيد هلأ مش إنه نستنى لتبرد. شوف أنا مني مع طرح المواضيع الساخنة ومع طرح الحالة الإنسانية والاجتماعية اللي نحن هلأ كسوريين عم نعيشها. أنا ضد فكرة طرح الحرب بشكل مباشر، خاص هلأ. لا هلأ صارت الأمور كتير واضحة، بس في مرحلة من المراحل أنا ما كنت كتير مع أنه يعني ما كنت مع تناول الأشياء بشكل مباشر، لأنه الشارع فاير، يعني الدم حامي، وأنت بحاجة لحالة من التهدئة ولحالة من انك تخلي العالم شوي تصطف جنب بعضها وتبعد عن حالة الاستقطاب اللي كانت. تغير موقفك مع تطور الاحداث بسوريا وتحول الامور عن مجرياتها؟ هلا موقفي بالجوهر لا ما تغير. انا مع، يعني بالاخير انا مع سوريا ومع البلد ومع امان هذا البلد بالدرجة الاولى. اي مواطن، المواطن بالنسبة له اهم شيء امانه. يعني بالأخير، وأكيد تغير كتير أشياء، لأنه بالأخير كان في حدا طلع بشكل صادق طالب بأشياء، قامت إجت ناس ركبت على الموضوع وراحت الأمور باتجاه بشع جدا غير منصف. أنا بعتبر أنه اللي عم بيصير بسوريا سابقة، يعني تدمير بلد وشعب، تدمير وحضارة وحضارة بشكل كتير بشع جدا غير مقبول. نحن هلأ يعني أكتر شيء نحن بنحتاجه أنه نكون مصطفين جنب بعض. هلأ لازم كتير نكون مصطفين جنب بعض. وحدة السوريين أولوية بمواجهة الإرهاب ومواجهة الخراب والدمار والقتل والذبح. الأم الثكلة هي نفسها من شمال سوريا لجنوبها ومن أقصى غربها لأقصى شرقها، يعني الأم المكلومة هي نفسها بالأخير. نحن بحاجة كتير نكون جنب بعض. هلأ الإقامة ببيروت سلافة أو بين بيروت ودمشق، حضرتك بتروحي بتطلي على والدك الله يشفيه، والدتك الله يطول بعمره، هذا الانشطار بين مدينتين كيف عم بتعيشيه؟ صعب ومتعب، ولو انه يعني بلبنان نحن قراب كثير من الشام. يعني انت نحن عنا بنقول
لحشة حجر. نعم. يعني أنه بالأخير أنت كأنك قاعد بالشام، يعني أنت بتركب سيارتك بتصير هنيك بس ما في شيء بيغنيك عن بلدك، وبالأخير بيوجع يعني بشتاق بلحظات بشتاق شوق فظيع وبزعل، وبس اشتاق بنزل على الشام وبلاقي بأنه الحمد لله لسه الشام منيحة ولساتها يعني أمورها منيحة وهيك، بس للأسف أنه صرنا مضطرين ببعض الحالات خاصة اللي عندهم أطفال يعني لأسباب بنتي وقصة المدرسة وهيك، يعني هذا الموضوع شوي هيك عم بيكون مقلق بالنسبة لنا، بس عم نعيشه يعني بالأخير عم نعيشه، بدنا نعيشه حالة بدنا نعيشها لحتى نصبر عليها لحتى نخلص منها. أثر ما يجري في سوريا على الإنتاج الدرامي مش بالكم، يعني طبيعي بسبب الحرب بسبب ما يجري تقلص عدد الأعمال المنتجة سنويا، ولكن أثرها على المضمون عم بتشوفي أنه هالأثر سلبي ولا إيجابي؟ بمعنى أنه أحيانا بالأزمات بالأوقات الحرجة مرات الإبداع بيكون نوع من رد، نوع من تحدي، نوع من انتصار لإرادة الحياة. عم بتشوفي هالشي بالدراما السورية؟ بأماكن مو بكل الأماكن، لأنه أنت لا شك ما فينا نحن نلغي أنه الناس اللي بتشتغل بالفن هن بشر بالأخير. هذا الشيء اللي نحن عم نعيشه قلنا 3 سنين خلانا نفقد شيء ما عم نعرف نسترجعه، ومو سهل أنك تقدر تسترجعه. هذا بيأثر على أدائك إن كان بشغلك بعلاقتك مع المحيط، في شيء بيختل توازنه، يعني أنت بلدك بيتك عم بيتعرض لظلم فظيع. فأنا برأيي أثر بشكل من الأشكال بالرغم من الإرادة الفظيعة عند كثير من الفنانين السوريين بأنهم يعملوا شيء. يعني لأنه السنة الماضية انعمل 20 عمل يعني إنتاج 20 مسلسل بالظروف اللي عم تمر فيها سوريا، يعني حتى ممتاز. من حيث العدد ممتاز. جبابرة نعم جبابرة ضمن الظرف اللي نحن فيه جبابرة، بس ما فينا ننكر بأنه أكيد في شيء تأثر بأنك أنت ما عاد تقدر تصور بسوريا مثل ما كنا نصور قبل، ما عاد عندك تنوع باللوكيشنز بالمناطق اللي بالمشاهد بالمشاهد والطبيعة والطبيعة بأنه العالم منا كتير مرتاحة من جوا، ومع هيك العالم عم تشتغل وعم بتصور برا سوريا وجوا سوريا، وفي حالة إصرار فظيعة على أنه تضل الدراما السورية عايشة وتضل عم تشتغل وتضل موجودة وإلى بصمتها. نعم. وإن شاء الله هلأ بعد ما مرقوا هدول 3 سنين يعني هلأ صرنا عم نعرف نتعامل مع هذا الظرف اللي نحن فيه بالشغل أكتر، حنقدر لسه نعمل شيء كتير مهم إن شاء الله بالرغم من سوء إن شاء الله الظرف. سوريا بتتعافى يعني وبترجع الأمور للأمن والأمان والازدهار إن شاء الله يا رب عن قريب، وهذا رب. نتمناه لكل الدول العربية وكل الشعوب العربية اللي فيها أوجاع وهي كثيرة للأسف. المنطقة كلها يعني على صفيح ساخن. سلافة كإنساني وكفناني بتحسي إنه هذا المد التكفيري، هذا مد التطرف يمثل يعني بخوفك على الفن على الإبداع؟ طبعا الخوف على الإنسان طبيعي وتلقائي وبديهي، بس على الفن طبعاً. عندي خشية والله بتشوف إنه يمكن عم يرقصوا رقصتهم الأخيرة وإلى زوال. رقصتهم الأخيرة ما بعرف، أنا حاسة بأنه خلصت بأفغانستان، انتقلت لعنا نحن صرنا الأرض اللي اختاروها لحتى يحركوا فيها هدول العالم. يعني في خطر على الفن وعلى الفكر وعلى الإنسان وعلى المجتمع وعلى الدولة، على كل شيء في خطر من هدول المجموعات الإسلامية المتطرفة، لأنه أنت في ناس عم تجي تطرح فكر بعيد عن أي منطق، حتى بعيد عن منطق الإسلام نفسه، يعني بعيد عن أي منطق إنسانيا وفكريا، يعني في شيء كتير غريب، في شيء غير مقبول غير مقبول. وأنا بظن أنه هذا الشيء ولا ممكن يزبط بأي بلد، يعني فما بالك سوريا بهذا التنوع الطائفي اللي موجود فيه واللي كلنا نحن عايشين كل عمرنا مع بعض. نعم. وهو يعني غنى وميزة هذا المشرق، هذا التنوع، مش بس سوريا، العراق، لبنان، العراق، سوريا، لبنان، الأردن، سوريا، فلسطين. أكيد. نعم. بالعودة للحديث عن الدراما، إيه بس لكن بدي أقول لك شغلة، إنه أنا ماني حاسة إنه جولتهم الأخيرة، أنا حاسة إنه عم بيندفع مصاري كتير لحتى ما تكون الجولة الأخيرة ولحتى نحن نتحول لمنطقة يعني يسود الخراب.
إن شاء الله ننتصر على الخراب، إن شاء الله يا رب، على التطرف، على كل الأشكال اللي يعني تحد من إبداع الإنسان ومن حرية الإنسان ومن حقه البديهي بأنه يختار ما يريده في الحياة. دراميا سلافة، قلتي لمجلة لها حضرتك أنه ما بتشوفي نفسك بمسلسل باب الحارة، ليه؟ ليه ما بتشوفي نفسك بباب الحارة؟ أنت بتشوفني بباب الحارة؟ ما بشوف حالي بباب الحارة، مو لأن شي منطي أصلا من المسلسل أبدا، بس أنا نوعي، يعني أنا نوعي وخياراتي ما بلاقي حالي ضمن هي التركيبة وضمن نوع الحوار اللي عم بينقال، مع أنه انعرض علي السنة أنه أعمل الدور، يعني دور من الأدوار اللي قدمت والدور منيح. ما بدك تقولي أي دور؟ لا خلاص، انعملوا بشكل كتير حلو وممتاز يعني. بس يعني ما أنا، مو أنا بكل بساطة فعلا، مو أنا يعني ما بدي كتير فلسفة الموضوع وعقده، يعني الموضوع أبسط من هيك. السؤال البديهي اللي يطرح دائما يعني أنه هل أعمال اللي تناولت البيئة الشامية برأيك يعني أضافت وقدمت البيئة الشامية كما هي في الحقيقة في الواقع في الذاكرة في التاريخ، والله لا قدمت شيء تاني؟ حسب العمل تقدم أعمال كتير وكتير تجارب. في تجارب كانت بتعتمد على شيء موثق تاريخيا فعلا، في تجارب كانت بتعتمد على الحدوتة بحد ذاتها، على القصة وعلى يعني أنت لما بتشوف أول تجربة بهذا الموضوع كان أيام شامية، كان يمكن 13 حلقة أو هيك، بسيط جدا كان، بس حبكته حلوة وقصته حلوة، وكان بيتناول حتى إذا بدك حالة هيك فولكلورية حلوة كتير بالتعاطي مع الشخصيات، تحس كأنه الجدة عم تحكي لك حكاية، وهذا كان حلو، والكاستينج كان حلو، الممثلين كانوا كتير حلوين. ظلت هاي التجربة تتكرر بأشكال مختلفة. أنا بعتبر أنه إجمالاً باب الحارة كان عم بيقدم حالة فولكلورية أكثر ما هي حالة فيها معالجة لحالة تاريخية معينة مرقت فيها الشام بهداك الوقت. أنا العمل اللي بشوفه هيك هو الحصرم الشامي، بعيدا عن انه سيف وعلاقتي فيه وهيك، بس انا بشوف انه من الاعمال المميزه، من الاعمال المميزه طالع الفضه، من الاعمال طبعاً المميزه طبعاً جدا طبعاً. يعني جميل، عمل جميل، نص جميل، ممثلين في عم بيقول شيء، عم بيرصد فتره، وانا برايي كان توقيت عرضه مناسب جدا للوضع اللي نحن عم رح تابع مع حضرتك سلافه معمار، ولكن اسمحي لي اتوقف لحظات قليله ثم نعاود بيت القصيد. إذا الدنيا ما رضيت تعطيني فرصة أخيرة، صدقني ما رح أزعل. بتعرف ليش؟ لأنها بتكون حسيت إنه في حدا تاني بيستحق أكتر مني. مشاهدينا، مذكركم بعنوان البرنامج على الفيسبوك اللي هو بيت القصيد، بنتمنى انضمامكم لصفحة البرنامج. وضيفتنا الليلة مثل ما صرتوا تعرفوا النجمة والممثلة القديرة سلافة معمار. سلافة، قبل ما أطرح المزيد من الأسئلة، بعلامة فارقة رح نشوفك سوا بهالريبورتاج. للطبيعة ذهبها، وللكائنات لحظات ألفتها وحنانها، وللأم ذهبها الخاص. هنا حيث يتطابق الاسم والمسمى، وتنسى النجمة سهر الليالي وتعب النهار لتصفو الأوقات وتحلو برفقة صغيرتها التي تبدو حرة منطلقة لا تخشى الكاميرا ولا الأضواء، كيف لا وهي ابنة مبدعين عاشا تحت سقف واحد عقدا كاملا من السنوات بحلوها ومرها. هنا
تعود الفنانة إنسانة لا هم لها ولا غاية سوى هناءة ذهب الطفلة المتماهية مع أمها المطمئنة في حضنها، ومعاً تحلمان بغد أجمل وبوطن تعلو فيه نوتات الموسيقى على أصوات الرصاص وتتكاثر فيه حقول الأنغام لا الألغام. هنا لا تمثلان دورين ولا تجسدان شخصيتين ابتكرتهما مخيلة مؤلف ما، بل تعيشان اللحظة بصدقها وعفويتها وحرارتها، معا تؤلفان ربيعا وتضحكان لغد عساه لا يتأخر ولا يخلف ميعاده أبدا، معا ترسمان ابتسامة وتطلقان عصافير قلبين ينبضان من بيروت ويهتفان لدمشق وأخواتها. يعني بعد ما شفنا هاللقطات والمشاهد لحضرتك بدي أسألك عن ذهب بنتك. بالأول مش صعب عليك أن تكوني اليوم حضرتك أم عزباء أو أم مستقلة بعيدا عن سيف السباعي بعد انفصالكم، أليس شاقا الأمر؟ أكيد بمجتمع ذكوري شرقي إلى أكيد. آخره أكيد الأم العازبة حياتها صعبة ما أنا سهلة أبدا، بس يعني بده الواحد يقوي حاله كل الوقت وبدي يكمل يعني المشوار بالأخير. بس هو لا شك بأنه صعب لأنه بتصير المرأة بدها تكون هي الأم يعني الله يخلي لها أبوها أكيد فوق رأسها، بس بسبب شغله الكتير وعدم تواجده بشكل دائم فبدي يكون أنا الأم وأنا الأب وبدي أقدر لبي لها كل متطلباتها بالإضافة لمتطلبات الحياة ومتطلبات الشغل يعني الحمل منه سهل. اسمها ملفت ذهب. الله يخليها ذهب، بذكرني شوي باسم بنتي كنز. كنز ايه لانه كنز في ذهب في ذهب مفترض. مين سماها ذهب حضرتك ولا بيا؟ هلا الفكره كانت من سيف، انا كنت عم بقترح اسم شمس فهو اقترح اسم ذهب وحبيناه كثير، كنت لسه ماني حامل يعني هذا الحكي قبل ما احمل بشي سنتين. إن شاء الله الأيام اللي جاي بتكون أيام ذهبية لا ذهب ولا أبناء جيلة، لكل أطفال سوريا لبنان والعالم العربي والعالم وفلسطين غزة على الأخص. نعم. يعني طبعا طبعا إن شاء الله هيك العراق ليبيا اليمن كل أكيد. مكان يعني في أكيد نسينا مطارح. يعني قلتي لي أنه عندها ميول فنية ذهب يعني خارج الاستوديو، كيف عم بتحضريها وتعديها وتحصنيها لخوض هذا الغمار، وأي نوع من الفنون اللي بتستهويها؟ لهلا أوضح شيء عندها هو الغناء، أنها هي بتحب تغني، بتحفظ الأغاني بسرعة فظيعة، بتحب تسمع كتير أغاني وبتحب تغنيهم. لهلا ما بتتجرأ تغني يعني ما بتحب تغني قدام حدا، بس لما بتكون بأوضتها وعم تغني عندها صوت حلو، أدنى كتير نظيفة موسيقية كتير. فلهلأ أنا حاسة بأنه الغنى هو اللي عم بيظهر أكتر شيء، ولو أنه بحس أنه عندها مقدرات تمثيلية بس هذا هي بتقرره بعدين بس تكبر. عم حاول أنه حط بين إيديا الأدوات يعني اللي ممكن تساعدها لتكتشف هي وقت اللي تكبر شوي فعلا هي. قد ايش صار عمرها اللي خليها؟ 7 سنين ونص. 7 سنين ونص العمر كله. حضرتك بتعيشي يعني نسبيا بعيدة عن والدك ووالدتك اللي هن بدمشق. كيف توصفي لي علاقتك بوالدك الله يشفيه اللي هو يعني بيعاني من مرض، ووالدتك كيف ممكن نوصف علاقتك فيهم؟ شو ورثتي عن كل واحد منهم؟ طبعا الوراثي المعنوية عم نحكي. أنا أصغر وحدة بين أخواتي فأنا كنت المدللة بالبيت وأخذت كم كبيرة من الدلال من بابا ومن ماما، بس ماما كان في إلى دور مختلف، إنه ماما هي اللي زرعت فيني حب التعلم، حب الاستطلاع، حب أني كيف حب حالي، كيف ابني حالي، كيف اكتشف حالي. هي اللي علمتني بأنه أنا لازم كون شيء، ما بصير كون على هامش الحياة، بأنه أنا لازم أعمل شيء لإلي، لازم استقل، لازم اهتم بحالي ثقافيا وفكريا. كانت هي تزرع فيني هدول الأشياء ودائما كنا نحكي، كانت دائما تضل تقلي أنه أنت حلوة بس يعني الحلا ما بيكفي
يعني انت حلوه بس الحلا ما بيكفي، ما بيعمل شيء بالاخير. ثقافي بتحصن الثقافه والتعليم وبناء الشخصيه، وان كيف تتعلمي من تجاربك هذا اللي بيعمل منك كيان فعلا مهم وحقيقي. السيد المثقف او الانسان المثقف، يعني سواء كان رجل او امراه، يعني جمال بصير اجمل، بصير اجمل، لانه ما بيكون بس هذا الجمال، ما بيكون بس شكل، اكيد لانه شكل بينتهي بيتغير بيتحول اكيد. فيعني ماما كان لها كثير تاثير بهذا الجانب، بابا كان ياخذ الجانب الثاني اللي هو الحنيه والدلال اللي منه مدروس، منه هيك بس بس موجود كل الوقت، يعني بانه انا ما في شيء ممكن اطلبه ما يجيني، بحب هيك يعمل لي. يعني مثلا بابا كان يفيق معي دائما الصبح قبل ما اروح على المدرسه، كان هو يحط لي الفطور، يعني هو يحط لي الفطور، يعمل لي سندويشه. ايه كان يعني كان يحب من مسيهم بالخير، مسيهم بالخير، واشتقت لهم كثير، وان شاء الله هيك الامور لاحسن. بس يبدو والدتك بعدها بتشوفك كطفلي، يعني رغم انك حضرتك كمان صرت ام، بس زعلت منك لمده اسبوع لانك قصيتي شعرك. كيف رجعتي رضيتيها؟ حتى مو بس على هذا المستوى، على كثير مستويات لهلا بتتعامل معي بلحظات كاني طفله. انا مو عايشه هلا هون لحالي، احيانا بتحكيني بالليل الان علي انه وينك بنتك، وين ماما، انه الحمد لله نحن مناح، اطمني. على مستوى البحر، اذا بدي اروح على البحر بتضل بتقلي لهلا لا تقعدي بالشمس كثير، ما بيسوى ماما، الكانسر، هدول الاشياء، النصائح، كاني بعدني صغيره. ويمكن كل الاهل هيك، انا بتخيل ذهب بكره يمكن تكبر واعمل معها نفس الشيء. اكيد مش يمكن. الامهات بتشابهوا كثير بهالجوانب، خصوصا اذا كان يعني الجانب العاطفي بشخصيات مرتفع نسبيا. حضرتك من بلده عقارب بجوار مدينه سلاميه، مش صحيح. هيك بدي منك كلمه لاهل قريتك ولأهل سلامية. سلامية دائما بقول ببرامجي أنا أعطتنا يعني قامات إبداعية شاهقة، يعني منتذكر آل الجندي، منتذكر محمد المغوط، منتذكر يعني أي سلامية من المدن اللي عندها تركيبة خاصة اجتماعية، وأفرزت فعلا مثقفين مهمين وشعراء مهمين، ودائما الحالة الثقافية فيها حاضرة بين أهلها. شو بقول لهم؟ بقول لهم بانه انا دائما فخوره باني انا من سلاميه، بقولها بفخر انه انا من سلاميه، وبفتخر بكل الاسماء والاعلام اللي طلعت من سلاميه. وللاسف انه انا فعلا اللي هلا اكثر من 3 سنين ما قدرت اروح لهنيك، بس مشتاقه كثير، مشتاقه للارض، ومشتاقه لشجره اللوز بالارض، ومشتاقه لبيت جدي ولبيت خالتي ولبيت خالي، ومشتاقة لكل الحالة تبع الضيعة. وإن شاء الله كلكم تكونوا بخير، والله يفرج علينا لأنه هلأ الضرب قرب كتير نحن عنا من القرية تبعنا. أربع دقائق بعد عندي 4-5 أسئلة، لو سمحت تجاوبيني بإيجاز عليهم. ذكر وسام كنعان أنك طبعا إن شاء الله بتمنى الظروف تسمح لك ترجعي على قريتك وعلى سلامية، أنه أول رحلة رحتيها بعيدة كانت على الرقة، صحيح. إن شاء الله بتتخلص من براثن التكفيريين. بس وأنت صغيرة كمان عزفتي موسيقى، رقصتي باليه، رسمتي، لعبتي كرة سلة، يعني كل هذه الهوايات مجتمعة، كيف ساهمت بأدائك التمثيلي وبشغلك كممثلة؟ هذا كله الحقيقة مخزون بتكون أنت مفكره أنه منه موجود، بس هو بيضل بلا وعيك. نعم. وهذا الجانب اللي كنت عم بقولك عليه، أنه ماما كانت هي اللي دائما تدفعني باتجاهه. نعم. أنه جرب أشياء جديدة. أنا لما بشتغل هلأ أحيانا صدقني بتفاصيل كتير صغيرة بكون متعلمتها من معهد أدهم إسماعيل لما كنت أرسم، أو من الموسيقى بأنك أنت كيف تقرأ النوتة، أو عملت كتير أشياء بطفولتي، هي بالأخير بشكل أو بآخر كونت شخصيتي وكونت إحساسي الفني وكونت كل حالتي. لما عم بتعامل مع أي شخصية دائما عم بيكون في شيء من هذا المخزون عم بيشترك ببناء هي الشخصية. تجاربك المسرحية قديش كمان ساهمت؟ جداً جدا. شو المسرحيات هيك اللي معلمي بأرشيفك؟ أنا المسرحيات اللي عملتهم كلهم معلمين بأرشيفي، لأنه أنا انتقائية كتير بالمسرح جداً. ما برضى أشتغل أي شيء ولا مع أي حدا. أنا اشتغلت بعد التخرج فورا كسور مع الأستاذ غسان مسعود. من العروض كان المهمة جدا هاد بعد التخرج فورا، بعده فورا عملت صدى
كان تمثيلنا أنا والأستاذ غسان وإخراج ونص عبد المنعم عمايري. نعم. اشتغلت بنفس السنة كمان بعده رجل متفجر عن نص إيطالي فارس عمله باسم ياخر وقتها، واشتغل فيه رافي وهبي وشكران مرتجى، وكان عرض كتير حلو وممتع. اشتغلت عربة الترام اسمها الرغبة، وبالنسبة لي كل تجربة من هدول صقلت عندي شيء معين، وهلأ حاسة انه انا بحاجة لعرض مسرحي. يمكن ما بكشف سر اذا بقول انه بجلسة خاصة بيني وبينك والاستاذ غسان مسعود انطرحت فكرة ما، مش رح نقول شو هي، ولكن ان شاء الله منشوفكم بعمل مسرحي، ومنشوفه ببيروت ومنشوفه بدمشق. اكيد بالوقت اكيد نفسه. ان شاء الله الله، هذا منطالب فيه الأستاذ غسان، وأنا رح ضل طالبك فيه أستاذ. يمكن ليلي ظلمنا المسرح شوي، ما حكينا مثل ما لازم وقد ما لازم عن المسرح. بس إن شاء الله بلقاء تاني، يعني هلأ أنا من هلأ بحجز موعد آخر مع حضرتك. بتقولي إنه مسلسل زمن العار أنصفك حضرتك، بأي معنى أنصفني؟ بأنه كنت أنه كان هذا أول دور بطولة مطلقة بهذا الكم من الشغل بالشخصية. يعني أنا عمليا كانت شخصية بوسينة هي المحور الأساسي للعمل، هي شايلة العمل. فأنا كانت هي أول مرة بعمل دور بطولة مطلقة بهذا الشكل بحمل فيه كل المسلسل. كان قبل في خوف عند المخرجين، وأنا هلأ حابة بس أقول شغلة صغيرة، أنه أنا من الناس اللي أنصفوني فعلا بهي المهنة بهذا الشيء تحديدا، هن رشا شربتجي والليس حجو، بمسي عليهم اكيد، بمسيهم بألف خير، لانه هن من اول المخرجين. اكيد بنشكرهم وبمسي عليهم، ودائما انا بقول هي المعلومه انه هن من اول العالم اللي امنوا بموهبتي وحسوا بانه ممكن، وثقوا فيني يعني، وثقوا بهي الموهبه وحطوني بمكان الحمد لله اني طلعت بستحقه، وكانت تجربه مهمه عملت منعطف كثير كبير. ونحن كمشاهدين اذا بحق لي، يعني بحكي عن حالي كمشاهد، مؤمنين اكيد بموهبتك وبقدراتك. هل من جديد على مستوى الدراما؟ في شيء جديد بس لهلا ما، يعني ما بدي صرح عنه، ما في شيء كثير على النار، مش عن نار. مزبوط، عن نار خفيفة. عن نار خفيفة، في تجربة بلبنان إن شاء الله حتكون، وتجربة لبنانية بس يصير وقتها منعلن عنها بشكل رسمي مع اسم النص واسم المخرج بهالبرنامج إن شاء الله. أكيد بتشرف. أوكي. أكيد بيسعدني. سلافة معمار، ألف شكر من خلالك. أنا بتمنى كل الخير لسوريا ولأهلها وللعرب في كل مكان وللعالم أجمع للبشرية. بتمنى أنه الأيام المقبلة تكون أفضل. ألف شكر، شرفت بيت القصيد. شكرا لك، وشكرا للإكيب كله، ومثل العادة دائما ممتع الوجود معك بحوار زاهي، وبدي أتمنى هيك من قلبي بأنه هاي المرحلة تخلص بأسرع ما يمكن، وأنه نقدر هيك نرجع نبني ونرجع لقواعدنا هيك إن شاء الله سالمين وأحسن من أول يا رب. الله يسمع منك. طبعا إضافي للشكر لفريق العمل، الشكر الأكبر دائما لمشاهدينا الكرام في كل أنحاء العالم. نلتقيكم الأسبوع المقبل على خير بإذن الله.